هاي يا حلوين، فيديو النهارده هيكون ريفيو او تجربتي مع كل انواع ميك اب ريموفر اللي انا استخدمتها، سواء مثلر ووتر او ميك اب ريموفر للعين او بالم او الوايبس. هكلمكم عن كل انواع اللي انا استخدمتها، تقريبا اكتر من 15 نوع جربتهم واستخدمتهم. في حاجات معايا دلوقتي هوريها لكم، وفي حاجات اللي مش معايا هحط لكم صور. سو بليز قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبتدي. الاول عايزة ابدأ بالاوحش وبعدين نروح على التوب 5 او اكتر حاجة انا بحبها، يعني مش توب 5 بس اكتر الحاجات اللي انا بحبها. اول واحد اللي هو كان مية، ما كانش بيعمل اي حاجة، اللي هو بتاع لونا، ميك اب ريموفر بتاع لونا. هو علبة كده بينك فابيض، هحط لكم صورتها. جبتها مرة، يمكن اصلا من اصلا ما ابتدي قناة اليوتيوب اساسا، يعني كنت جايباه من زمان جدا، كان ب20 جنيه. سعره مش غالي بس ما بيعملش حاجة خالص، يعني عارفين كأنه غسول، يعني حتى ما بينضفش. هو عامل زي اللوشن كده وبتحطيه بيليط وشك زيادة، فمش حلو خالص بصراحة. يعني تاني نوع بصراحة كرهته قوي، وحتى هو معايا في دبي، يعني العلبة معايا بس انا يعني ما كنتش حتى طايقة ان انا اشيلها. يعني هو ال50 ملي الوزن بتوعك دول انا مش عايزة اشيلهم بصراحة. انا مش فاكرة كان وزنه تقريبا 50 ملي، بس هو بتاع باي فيز. لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو بتاع المشتريات من سمير ويليام انا كنت جايباه من هناك، هحط لكم برده صورته عشان تبقوا عارفين. معرفش بقى هي نطقها باي فيز ولا باي فيس، المهم يعني في الحالتين وحش جدا. مجرد ما بتحطيه بيحرق العين جدا، هو المفروض ان هو مخصص للعيون، بيحرق العين جدا جدا، كأنك بتحطي ميه نار في عينيكي، ولما بتحطيه على وشك برده بيحرق وشك. ف بشع بجد بكل ما تحتوي الكلمه من معنى. ومش بيشيل الميك اب اللي هو يعني هو مش مثلا بيشيل الميك اب بس بيحرق عينك، لا هو لا بيشيل الميك اب كويس ولا وبيحرق العين بطريقه بشعه لا تتحمليها يعني. فبصراحه ما انصحش حد ان هو يجيبه خالص. ثالث نوع بقى واللي شبهه بالظبط وما كنتش متوقعه ابدا ان هو يطلع كده، اللي هو المايسيلر ووتر ده بتاع جونسون، ده اللي هو بميه الورد، ينظف ويزيل المكياج بلطف. ده للبشره العاديه، مكتوب عليه ان هو مختبر من قبل الاطباء الجلد، العين والجلد، يعني ما اعرفش مين اللي دام ابروفل بالكلام ده، بس وحش جدا، بيحرق العين بطريقه غير طبيعيه. انا بستخدمه على وشي، للوش مش بيعمل حاجه بس مش بيشيل الميك اب حلو قوي برده، لازم تعيدي عليه بحاجه تانية. وللعين بصراحه مش بيشيل طبعا كمان الايلاينر ولا الماسكارا، بيقعد يهبب كده ويبهدل الدنيا وبيحرق العين برده، نفس الباي فيز كده، بيخلي الوش كانك حاطه ميه نار في عينك، بشع بجد مش ممكن. فانا بستخدمه لوشي، قربت اخلصه وان شاء الله لما اخلصه مش هجيبه ابدا تاني. تقريبا اكتر ثلاث حاجات كانوا يعني صعبين جدا وحشين قوي. نيجي بقى الحاجات اللي هي ايه يعني ماشي حالها كده، زي الايفون، مش عارفه اسمه تقريبا ترو حاجه، هحط لكم صورته. انا عندي منه 3 او 4، يعني جبت منه كتير. هو مش وحش بس هو عامل زي الكريم شويه، وفي نفس الوقت بيخلي وشك برده، هتلاقيه فيديوهات من فيديوهات الايمتس بتاعتي، ولسه استيل عندي منه بس انا برضو سبته هناك في البيت، ما جبتوش معايا وانا جايه. المهم يعني ان هو عامل زي الكريم، وبتحتاجي منه كميه كبيره قوي عشان يطلع لك الميك اب. وبرده لما بتيجي تعيدي عليه، يعني مثلا لو مسكتي اي مايسيلر ووتر عندك وبقطنه كده مشيتيه على وشك، هتلاقي لسه بيطلع ميك اب برده. فهو مزيل ميك اب لو انت حاطه شويه كونسيلر كده وشويه بلاشر وبس وخلاص، هيبقى حلو معاكي. انما ميك اب قوي لا خالص، ما تعتمديش عليه، يعني هتيمة حاجة. بس هو لطيف قوي على البشرة وانا بحبه بصراحة، هو مش وحش وكمان سعره رخيص، ف يعني مش بشع بس مش واو في نفس الوقت. وبقى يجي نيفيا. نيفيا استخدمت منها حاجات كتير هكلمكم عنها. استخدمت اللي هو ده، يمكن اقلهم، ده اكتر واحد ما بيشيلش الميك اب فيهم، اللي هو من فوق غطا موف، كنت جايباه من كارفور وسعره 100 وحاجة. اللي هفتكر سعره هقول لكم عليه، يعني اللي مش فاكراه خلاص مش هقول سعره. بس ده غالي مش رخيص، كميته طبعا كبيره، كميته 400 ملي فيقعد معاكي فتره. بيشيل الميك اب حلو بتاع الوش بس مش بيشيل ميك اب العيون حلو خالص، يعني تقعدي تدعكي في عينك كتير كده عشان تشيل الميك اب، برده مش بيتشال. الماسكارا والايلاينر بيهبب جامد ومش بيشيلهم. هو مكتوب عليه ان هو للوجه والعينين والشفاه، بس هو لا مش للعين خالص، يعني محتاجه حاجه تكون فيها زيت شويه عشان تشيل لك الميك اب بتاع العين. في زيه بالظبط شبهه بس لونه اسود، مكتوب عليه بالO2، هو ده برده مكتوب عليه O2، بس الاسود بصراحه احلى منه، كان بيشيل الميك اب مثلا بنسبه 80% ولا حاجه، وبرده عامل زي الميه، ما هوش زيت وميه، كان قوامه خفيف كده
وحلو على البشرة، مش زيت تقيل يعني. ده كان حلو، بس اعتقد الاسود مش موجود في مصر، انا كنت جايباه من كارفور، بس كارفور دبي. بيت الاسود بصراحة انا حبيته اكتر من ده، وبالنسبة لي ممكن اكرر الاسود تاني، بس ده لما هيخلص مش هكرره تاني. في كمان بقى من نيفيا حاجتين كمان بس صغيرين، بيجوا تقريبا بحجم اصغر من ده، يعني بيجوا تقريبا نص ده تقريبا. هحط لكم برضو صورتهم كده، بيجوا نصه في اللي هو نصه زيت ونصه مية، اللي هو بيبقى لونه ازرق، وده حلو للميك اب بتاع الوش، بس بيحرق العين برضو. الحلو بقى قوي واللي عجبني قوي واكتر حاجة عجبتني في نيفيا في كل الحاجات دي واقواهم، اللي هو نصه لونه روز ونصه زيت ونصه مية، بس لونه بينك ومكتوب عليه ان هو مخصص للعينين. ده تحفة بقى، ده بيشيل الميك اب حلو جدا، بيشيل الميك اب بنسبة 99%، حلو قوي. ممكن تعتمدي عليه لوحده مرتين، تشيل الميك اب مرتين تتأكدي ان شلتيه حلو. بيشيل الايلاينر وبيشيل الماسكارا، حلو جدا، مش بيحسس العين، هو اصلا مخصص للعينين. فده عجبني اكتر حاجة. ده تقريبا انا كنت جايباه من زمان، من فترة، كان ب70 جنيه، بس بتهيألي دلوقتي غلا، كنت جايباه من هايبر وان. في كمان شبه ده بالنسبة لي، في ناس بتحبه قوي وفي ناس يعني انا من الناس اللي شايفاه شبه ده كده، ما مش قوي قوي، اللي هو جارنيه اللي الغطا بتاعه لونه بينك. انا بصراحه ما بحسش ان هو بيشيل الميك اب كويس، وفي ناس قارنته ببيوديرما، وفي ناس يعني في ناس كتير بتحبه قوي. اوكي، هو يعني عادي قوي، عادي قوي، مش بيشيل الميك اب كويس، لازم تعيدي من بعده بحاجه علشان تتاكدي ان الميك اب شلتيه. هو صحيح مش بيحرق العين، مش بيسبب اي تحسس للبشره، بس مش بيشيل الميك اب حلو. فانا مش فاهمه الضجه الجامده اللي معموله عليه ان هو بيشيل الميك اب وبيشيل الماسكارا وبيشيل الايلاينر. لا، ما بيشيلش لا الماسكارا ولا الايلاينر، حتى اللي هم مش ووتر بروف. فانا بصراحه ما بحبتش اللي هو الجارنيه البينك ده. في بقى الجارنيه اللي هو اللي نصه زيت ونصه ميه، ده جميل جدا بصراحه، جدا حلو قوي، اللي هو لونه اصفر، حلو قوي، بيشيل الميك اب حلو، بيشيل ميك اب العيون حلو. بس في ناس بتقول ان هو بيطلع لها حبوب بعده عشان هو قوامه زيت، معرفش هما بيستعملوه ازاي، بس ده لازم يتغسل بعد ما تحطيه، ما ينفعش تسيبي الزيت ده على وشك تروحي تنامي او تروحي تحطي الكريم المرطب بتاعك. لازم اي حاجه من اللي انا هتكلم عليهم النهارده دول، حتى الميه ده لازم يتغسل بعده، لانه ببساطه ده مش ميه او مش تونر، ده مايسيلر ووتر. مايسيلر ووتر بيبقى فيها نسبه صابون، الصابون ده المفروض لازم يتشال من على البشره، والا هيطلع لك حبوب، حتى لو هو مكتوب عليه ان هو ما بيتغسلش، بس لازم تغسلي وشك، لازم، لا اما هيطلع لك حبوب. استحاله، ما فيش حاجه اسمها احط مايسيلر ووتر وما اغسلوش، في حاجه اسمها كده، لازم تغسلي المايسيلر ووتر من على وشك، نضفي وشك بالمايسيلر ووتر وبعدين تغسلي بالغسول بتاعك. anyway، يعني الناس اللي جربته بتاع جرنيه ده وقالت ان هو بيبقى مزيت وبيبقى تقيل على البشره، جربوه واغسلوا وشكوا بعده، مش هتلاقوا ابدا احساس بالزيت، يعني هيشيل لكم الميك اب حلو، مش هتلاقوا احساس بالزيت. ولو انتوا تمام حابينه اكتر من، يعني حابين البينك اكتر من الاصفر، فتمام، يعني اللي يريحكم خليكم زي. كمان واحد من الانواع اللي هي مش قويه قوي يعني، اللي هو بتاع ايف روشيه، هم عندهم كذا واحد، بس اللي انا جربته كان نصه زيت ونصه ميه، اللي هو لونه ازرق، هحط لكم برده صورته هنا. ده كان بيشيل الميك اب مثلا بنسبه 70% او 75%، كان بتحتاجي كميه منه كبيره قوي عشان تشيل الميك اب، فبالتالي بيخلص بسرعه مع ان كميته كانت كبيره، بس مش قوي قوي، فمش هكرره تاني. هو المفروض ان هو مخصص برضو ان هو زيت وميه بحيث ان هو يشيل الميك اب اقوى وكده، بس مش قوي قوي يعني. فده انا جبته وما كررتوش تاني، وبيتهيالي جبته المره كان برضو قبل ما افتح القناه اصلا يعني، بس مش حلو يعني، ما انصحش حد ان هو يجيبه لو هو هيعتمد عليه لوحده. لو انت عندك بقى ميك اب ريموفر تاني معاه، اوكي، مش هيبقى حلو، انما تعتمدي عليه لوحده لا بصراحه. نيجي بقى للوريال، واللوريال بالنسبه لي بتعمل من احسن الميك اب ريموفر اللي انا جربتهم بصراحه. في المايسيلر ووتر ده من لوريال، عيبه الوحيد، هو حلو جدا، عيبه الوحيد ان هي الفتحه بتاعته دي واسعه شويه، فبتنزل كتير فبيخلص بسرعه، وهو كميته مش كبيره وكان غالي، يعني يعتبر غالي، بكميته 200 ملي. ده اللي هو اللاين بتاع الهيريك اسيد، هتلاقوني عامله ريفيو كامل عن اللاين ده، هحط لكم برده اللينك في الديسكربشن بوكس لو حابين تتفرجوا عليه يعني. بس ده بالنسبه لي من الحاجات الحلوه اللي ممكن اكررها. عيبه زي ما قلت لكم، هو بيخلص بسرعه قوي. بقى من لوريال الاحسن منه والاحلى منه وبرده بيخلص بسرعه، ما اعرفش ليه لوريال بتعمل فينا كده، اللي هو ده، ده تحفه. ده بالنسبه لي هو وايفا كده، هما الاثنين احلى حاجه موجوده في الدراج ستور السكين كير يعني،
مش الدراج ستور يعني، قصدي السكين كير الرخيص يعني، بلاش كلمه الرخيص، اللي هو اسعاره مناسبه، اللي بيتباع في كارفور، اللي بيتباع في الصيدليات، الكلام ده يعني. ده برده نصه بيبقى زيت ونصه بيبقى ميه، بيبقى لونه لبني. الميه الزيت اللي بيبقى موجود فيه يعني بيبقى نصه ازرق ونصه شفاف، مش بيحسس العين خالص، بيشيل الميك اب الصعب. حتى لو انت حاطه ممكن تعتمدي عليه لوحده، حتى لو انت حاطه ايلاينر ووتر بروف او حاطه ماسكارا ووتر بروف هيشيلها برده. قوي جدا بصراحه، ومن احلى الحاجات اللي انا جربتها واستخدمتها. كميته 125 ملي، وسعره تقريبا معدي ال 100 جنيه، فسعره غالي وبيخلص بسرعه لان هو كميته صغيره. فلو هم عملوا منه احجام هيبقى احلى يعني، بس ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها بصراحه. زيه بالنسبه لي بالظبط، وهو مش معايا دلوقتي عشان اتكلمت عنه كتير، ويمكن جبت منه 5 أو 6 علب، اللي هو بتاع ايفا 3 دي كولاجين. هحط لكم برده صورته، ده تحفه تحفه، بيشيل الميك اب شبه بالظبط بتاع لوريال، ويمكن ارخص منه دلوقتي. اخر مره جايباه كان تقريبا ب 70 جنيه، اللي هو بتاع ايفا ده تقريبا سعره 130 او حاجه، اللي هو بتاع لوريال ده. فهتلاقوا نص سعر تقريبا بتاع لوريال، وبيعمل نفس النتيجه، هو بالظبط نفس بتاع لوريال. حلو جدا، بيشيل الميك اب الووتر بروف، بيشيل الميك اب التقيل، بيشيل الميك اب العيون، مش بيحسس العين خالص. بالنسبه لي بصراحه بتاع ايفا ده جبار. اخر واحد بقى في الحاجات اللي انا جربتها واللي هي بتبقى سايله دي، وبحبه جدا برده، وهو بالنسبه لي برده من التوب يعني التوب 3 بالنسبه لي، هما لوريال وايفا وبيوديرما، اللي هو غطاء بينك. بيوديرما ده من احلى الانواع اللي انا جربتها، بينزل منه احجام، عايزه الحجم الصغير، عايزه الوسط، عايزه الكبير، بينزل عليه عروض، بتبقى ساعات سعره رخيص جدا زي جارنيه والحاجات دي. بيشيل الميك اب حلو جدا، مش بيحسس البشره خالص، كانه حاطه ميه على وشك، مش يعني مش بيدي ابدا احساس وحش على البشره، كانك بالظبط حاطه ميه على وشك. ف كمان ملوش ريحه نفاذه او منفره كده منه، فهو بصراحه حلو جدا جدا، بحبه جدا بتاع بيوديرما ده. وبيشيل ميك اب العيون، مع ان هو ماي سيتر ووتر يعني صعب ان هو يشيل ميك اب العيون، بس بيشيل ميك اب العيون حلو قوي. نيجي بقى للوايبس. الوايبس جربت منها 3 انواع بس، معايا منهم 2 وفي واحده خالصه، اللي هو ده اوحشهم بتاع ايفا، مع ان لسه شاكره في ايفا دلوقتي، بس ده اوحشهم، ده اوحش واحد فيهم. المناديل تحسوها ناشفه اصلا، مع اني لسه جايباه. مناديل ما فيهاش يعني مش ويت كده، ما في، تحسوا ان هي عايزه برودكت عشان تشتغل اصلا، مش بتشيل الميك اب حلو خالص، بتقعد تبهدلك عينيكي وبهدلك حوالين عينيكي، بتخليكي شكلك اوحش يعني، بتبهدلك الدنيا زياده. فدي من اوحش الوايبس اللي انا جربتها، وكمان مش ناعمه قوي على البشره يعني، الوايب نفسها مش ناعمه على البشره، مش انعم حاجه. بتاع جونسون بصراحه شويه احسن منها، طبعا متدمره شويه على المنظر، بس بتاع جونسون بتشيل الميك اب حلو، يمكن مثلا بتشيله بنسبه 70%، بس خشنه على الوش، بحس ان هي بتجرح لي وشي من كتر ما هي خشنه على الوش. في بقى النوع الثالث، وانا كنت طلعته في فيديو من فيديوهات الامتس تقريبا من 3 او 4 شهور كده، كان بتاع نيتروجينا، اللي هو لونه ازرق، برده هسيب لكم الصوره. ده يمكن احسن نوع فيهم هما الثلاثه، بيشيل الميك اب حلو، الوايبس نفسها طريه اكتر من الوايبس بتاعه جونسون، مش بتحسس البشره، وويت يعني تحسوا ان فيها برودكت كتير. بس برده بصراحه ان توتال يعني انا ما بحبش الوايبس عموما، ما اعرفش لغايه دلوقتي ما قابلتش الوايبس اللي تعجبني واكرر منها تاني يعني. يمكن بتاعه جونسون بس، عشان سمعت كذا حد قال عليها حلوه، فكل كنت رحت جبت، كان عاملين عرض بتاخدي 2 و2 هديه، فجبت 4، فكان عندي 4، فهتلاقوني يعني في كل فيديو من فيديوهات الامتس بطلع منها واحده بس، عشان كان عندي ستوك كبير منها فعايزه اخلصه مش اكتر، بس انا ما رحتش اشتريتها تاني بصراحه. نفس الحكايه بالنسبه لايفا، وبرده نيتروجينا ماشي حلوه بس مش اجمد حاجه. ف يعني الثلاثه ما عجبونيش، وهي كمان حاجه مش صديقه للبيئه يعني، لان التيشو دي ما بتتحللش، فالمفروض ان احنا يعني ما يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ايه نبقى اصدقاء للبيئه يعني. عموما بغض النظر هي ما بتعجبنيش. نيجي بقى لاخر نوعين انا جربتهم، اللي هم بيكونوا على شكل بالم. اول واحد اللي هو بتاع ايفون، عملت عنه ديديكيتد فيديو، هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكربشن بوكس. كان اللي هو اسمها ديستيلري تقريبا بالم، نازله، كانت نازله جديد ايامها يعني، تقريبا من سنه ولا حاجه. حلوه جدا بصراحه، بتشيل الميك اب حلو، ناعمه قوي، عامله طبعا زي البالم يعني، بيبقى عامل زي الزبده كده، فعمره ما هيحسس لك بشرتك، عمره ما هيجرح لك بشرتك، بيعمل ميلتنج للميك اب كله، فكان حلوه جدا، كنت بستعملها مع القطن. بس بالنسبه لي الاحلى منها والاقوى منها هي بتاعه كلينيك.
كلينيك بيتهيألي انا زهقتكم من كتر ما بتكلم عليها. هي خلاص قربت تخلص يعني، غالبا هطلعها في فيديو الايمجز اللي جاي. بس من احلى الميك اب ريموفرز اللي انا استخدمتها، بتشيل الميك اب حلو جدا، بتسيح الميك اب كله كده مع بعضه. وفعلا من الحاجات اللي خلاص لو انت استخدمتيها تتأكدي ان وشك نضف. في حاجات من اللي انا بقول لكم عليها دي، لما بستخدمها وبشيل بيها الميك اب ببقى حاسه ان انا لسه وشي مش نضيف، وبرجع استخدم وسيله تانية او برجع استخدم حاجه تانية علشان احس ان انا وشي نضف، عشان ما يطلع لكيش حبوب بعد كده. فدي لا، بحس ان هي فعلا بتدوب الميك اب يعني كله، وبتنضف المسام، وبتخلي الوش شكله حلو. ان شاء الله لما تخلص عايزه اجرب بالم تانية، لان بحس ان البالم هي اكتر حاجه او اقوى حاجه بتشيل الميك اب. وبس كده حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. قولوا لي ايه الميك اب ريموفر اللي انتوا استخدمتوها وعجبتكم وكانت فعلا حلوه وقويه، اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وقولوا لي رايكم برده عن الحاجات ايه اللي انتوا حبيتوه ايه اللي انتوا ما حبيتوهوش. واشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.